بخير وعلى خير وصحه جيده ان شاء الله. البنات اليوم غادي نشارك معكم الجنيوحات ديال الدجاج اللي كناخذوا جنيوحه ديال الدجاج وناخذوا معهم واحد شويه ديال طريب الصدر. البنات غنطيبهم لكم من الفران، غيجيوكم غزالين. اللي ما عمرها كلات جنيوحه ديال الدجاج غادي تاكلهم على هذه الطريقه اللي غادي نعطيكم، اكيد البنات غادي يعجبوكم وكيجيو فتيين ولذاذين. البنات الصراحه انا بالنسبه ليا كنت غير كنلوح جنيوحه ديال الدجاج، ولكن هالطريقه البنات كتجي رائعه وفنه. ومن اليوم هذه هي الطريقه اللي غادي تعتمدوا عليها في الجنيوحه ديال الدجاج، كيجيو غزالين في الفران. نبداو على بركه الله شنو عندنا في المقادير. البنات عندي هنا جنيوحه ديال الدجاج كما كيبان لكم. في التوابل عندي سكينجبير، وعندي البزار، وعندي البنات الكبسه، الكبسه اللي كيديروا في الروز، كبسه ديك ديال السعوديه البنات، كبسه. وعندي شويه الملحه، ماشي من الضروري هي البنات هذه الكبسه، ماشي من الضروريه. عندي هنا الثومه، وعندي البصله بودر، هادو بودر البنات. وعندي دانون سوس، وعندي لاصوص صوجا. ناخذ واحد البوله البنات على هذا الشكل، وغنديروا فيه هاد التوابل هادو كما كيبان لكم، درتهم كاملين صافي. وغناخذ واحد شويه ديال هنايا الثومه على هاد الشكل عشويه صافي، تقريبا واحد معلقه صغيره معمرش ديال الثومه. وغناخذ عاوتاني واحد المعلقه صغيره ديال البصله. صافي البنات هنا غادا ناخذ واحد معلقه صغيره ديال البصله تاع هيايا، وغناخذ تقريبا واحد جوج معالق ديال الصوجا صافي. الصوجا البنات غادا تعطينا اللون في هاد الجنيوحات. وغناخذ واحد النص ديال دانون، هاد دانون هذا دانون مسوس البنات طبيعي، غندير النص ديالو. صراحه كيجيو فتيين، والاهم يرقادو البنات، خاصهم يرقادو. تقريبا انا غنخليهم واحد ساعتين يرقادو، عاد غنوجدهم نطيبهم وليباتو ليله كامله البنات صافي. هنا غادي نستعمل ايديا البنات، شتو هاد الخلطه اللي غنديروا لهاد الجنيوحات كتجي رائعه البنات، نتمنىكم تجربوها وسهله صافي. هنا غادي يرقادو فهاد الشرموله اللي عطيتكم واحد المده ديال ساعتين، انا غنخليهم ولا تباتوا يباتوا ليله كامله البنات من الاحسن. المهم انا غادي نخليهم غير ساعتين حيت مزروبه بهم، غنخليهم غير ساعتين يعني ما عنديش لهم الوقت باش نخليهم يباتوا ليله كامله صافي. وغادي نخليهم يرقادو صافي. من بعد غادي ندخلهم نديرهم في لاطه ديال الفران، حط بسيط ديال الدجاج. كما كيبان لكم بعد ما درتهم يرقادو في هاد الشرموله صافي، هنا غادا ناخذ هاد السلوفان هذا وغادا نغطيهم وغنديرهم في الثلاجه يرتاحوا واحد المده ديال ساعتين كما قلت لكم البنات، كنأكد على يرتاحوا. وباش هذاك الدانون اللي فيهم هذاك الدانون مسوس كيفتيهم حتى لطابو ودخلوا الفران، ما كيجيوناش قاصحين، كيجيو محمرين وما تيجيوناش قاصحين في نفس الوقت صافي. البنات هنا بعد ما خديتو المده ديال ساعتين رقاديه هذوك الجنيوحات ديال الدجاج صافي، هنا غادي ناخذ واحد الطبسيط ديال الدجاج اللي كيدخل الفران صافي، وغادي نستفهم بعد ما يطيبوا نوريكم الشكل النهائي ديال هاد الجنيوحات. وباش غادي نرافقهم البنات يعني ترافقوهم اي حاجه موجوده عندكم في الدار ترافقوهم بها صافي. هنا البنات غناخذ هاد قاعد ديال الطياب وغندير ليه على شكل بحال هكايا صافي. ضروري البنات تحطي الالومنيوم باش دغيا يطلينا هاد الدجاج ضروري صافي. البنات هنا بعد ما غطيتو وقاديتو دابا صافي غندخلو الفران. البنات بالنسبة للفران ديال الضو غادي نشعل عليه الفوق والتحت 250 درجة،
الفوق والتحت البنات، وغيكون واجد ان شاء الله تقريبا واحد نص ساعه غيكون واجد هذا الدجاج، ونوريكم الشكل النهائي ديالو بعد ما يوجد. كما كتشوفوا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الجنيوحه اللي قدمت معكم اليوم. نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم، رافقتهم بواحد شويه الفريت، واحد السلطه ديال الرز وبطاطا وخيزو.